دكتور حمود، اسمح لنا أن ننتقل إلى هذا التقرير من عداد الزميل حسين طالب حول المبادرات الشبابية التي يعني تجري في محيط الانفجار. حضرتكم من وين جايين؟ نحن جايين من صور. كيف بلشت هذه المبادرة؟ هل أنتم مبادرة فردية أم تبعين لجمعية أو لأي جهة؟ أكيد مبادرة فردية. بلشناها جروب شباب من صور وانتشرت بطريقة كتير بسرعة، ولقينا تفاعل كتير حلو من العالم، وهي مثل ما أنتم شايفين هلأ وصلنا من شوي وعم نقسم بعض، عم نشوف كيف بدنا نتحرك، كل حدا وين بده يروح، ومثل ما شايف أنا العتاد الموجود معكم، هل هو مجهود فردي أم في أو الدولة مثلاً اطلعت فيكم شوي ساعدت هذا المجموعات أم كانت غايبة عن الساحة؟ لا أبداً، كل شيء عم بتشوفه من مكانس لرفوشي لحتى طاسات كله مبادرات فردية من عالم، يعني معنا كمان هن كانوا عم بيساعدوا، لهيك قلت لك من شوي إنه في كتير عالم تفاعلوا، في كتير عالم ساعدوا، حتى في عالم يعني لو 5000 و10000 يعني لو كان مبلغ قليل بس كان في كتير عالم عم بتساعد. لوين متجهين هلأ؟ نحن هلأ عم نقسم بعض لثلاث جروبات، كل جروب حتروح على مطرح، بعتقد في جروب حتساعد صليب الأحمر في مستشفى بده ترميم وتنظيف، حنكون عم نساعدهم، والجروبين البقايا مفروض نكون في جروب حيروح على مار مخايل، وجروب تاني بعد لحد هلأ كمان ما تحدد بالضبط. انطلقت هذه المبادرة مثل ما انطلقت المبادرات اللي صارت قبل بوقت الحرائق اللي ضربت بالدمور وبالجبل، هذه المبادرة ما بتعتمد إلا على شوية أشخاص دايما كان عندهم مطالب العلاقة بالمجتمع اللي نحن بنتمناه كيف هو، وعم نجسد هذا الشيء باللي عم نشوفه. اللي عم بتشوفهم هون جايين من بيروت، من طرابلس، من الجنوب، في باصات وصلت من صور، امبارح في باصات وصلت من عكار، من طرابلس، من البقاع، من كل مناطق لبنان ليساعدوا بيروت المنكوبة، لأنه بنعرف إنه ما عندنا شيء اسمه دولة لبنانية، نحن دايما بنجي بنمسح العار عن جبين هذه الدولة اللبنانية، هودي الشباب والصبايا جايين ليساعدوا الناس، ليساعدوا الناس اللي تشردت، لينظفوا لهم بيوتهم، ليساعدوا الناس اللي ما عندها أكل وما عندها وما عندها بيت تقعد فيه، هودي هن الشباب، هاي دول هن الناس يلي عن جد بيمثلوا لبنان يلي نحن بنحلم فيه، بيشتغلوا مع بعض، ما بيعرفوا اسامي بعض، ما بيعرفوا من اي منطقه جاي، ما بيعرفوا شو دينه وشو مذهبه، وما بيعني لهم هذا الموضوع، هيدا المجتمع اللي نحن بنحلم فيه، مش اللي دائما الدوله بتسلمنا اياه على انت سني وهو شيعي وهو درزي وهداك مسيحي. المجموعات اللي كنا عم نشوف عم تشكلوها وعم تبعتوها على مناطق، اي مناطق راحت؟ بالمبدا في عنا اكثر من 4 فرق عم بيتم تقسيمهم هون، عنا فريق لوجستي عم بيروح يساعد بالتنظيف ورفع الردم والانقاض وغيره، عنا فريق عم يشتغل بالميديكال عم بيقدم مساعدات طبيه، عنا فريق عم بيقدم مساعدات غذائيه، وعنا فريق عم بيجرب يساعد بموضوع تلبيه الحفاضات والحليب والبيوت والمسكن وهيدي الاخبار. المناطق اللي عم بيروح عليها هي كل المناطق المنكوبه، اقرب شيء كان عم بيكون هي منطقه مار مخايل الجميزه، وعم بيروحوا على كل مناطق بيروت، في فرق راحت على بور بيروت اكثر من مره من امبارح لليوم، في فرق صارت مختصة بهذا المحل، في فرق عم بتوزع ناس جوا من قلب منطقة مار مخايل، في ناس راحت على الأشرفية، على أي منطقة منكوبة عم نكون قادرين ونحن نوصلها عم نوصلها، طبعاً بالتنسيق مع كل الناس، مع كل الجمعيات يلي كمان عم تساعد بهذا الموضوع. يعطيكم العافية، إذا فيك تخبريني من وين جايين، وإذا فيك تحكي لي عن هذه المبادرة اليوم اللي قمتوا فيها، وهل هي مبادرة فردية أم تابعين لجمعية معينة؟ نحن جايين من مختلف المناطق اللبنانية، من الضاحية، من جنوب، من صيدا ومن بيروت. خلقت مبادرة هي فردية، بلشت أول امبارح بالليل من بعد ما صار الانفجار، عملنا جروب واتساب، صرنا ندعي الشباب والصبايا أنه نحن موجودين كمركز أساسي، مركزية الإغاثة بساحة الشهداء، تنوزع تتكون محل مثل المستودع لنوزع على باقي المناطق. بس هذا اللي عندي. وهلأ لوين موجهين؟ لوين بتتوجهوا؟ أوكي، في عنا كذا فريق، في فريق اللي هو خاصه بالتنظيف والمساعدة بأنه نشيل الردم والأنقاض من قلب بيوت العالم ونساعدها بتنظيف البيوت، في فريق معنا بالمساعدات الغذائية بيستقبل وبيوزع، وفي فريق مسح جغرافي هو اللي عم بيروح عم بيقلنا وين بعد في شوارع ما عم بيطالها الصليب الأحمر أو هي بحاجة لمتطوعين عم نبعث لهم، كمان في مستشفيات لموظفين فيها ما عندهم محلات أنهم يقعدوا فيها أو بدهم مساعدات غذائية عم تتوصل مثل مستشفى الجعيتاوي ومستشفى الروم. نحن أول شيء الحركة الشبابية للتغيير، نحن من ثوار 17 تشرين ما تركنا الساحات ولا نهار، بلش التجميع لأنه شفنا بيوت العالم تهدمت كلها على الأرض، فراح تياب العالم كلها،
حبينا نتبرع بالتياب، حتى انه عم ناخذ مواد غذائيه عم نبعث للعالم يلي وقعت بيوتها وقاعدين على الرصيف جوا، عم نبعث لهم لجوا، عم نأمن لهم بيوت للسكن، ومستمرين بهيدي المرحله لحتى نقدر نكون وزعنا على اوسع نطاق. ما في اي جهه رسميه دعمتكم؟ هل كلها مبادرات فرديه؟ كلها مبادرات فرديه اكيد، ما في ولا اي جهه دعمتنا، مش تابعين لاي حدا، نحن تنظيم لحالنا. شكلنا مجموعه وبلشنا نشتغل على هذا الموضوع. صار في يعني صاروا يجوا لعندكم الناس اللي هن تضرروا بيوتهم، قدرتوا تساعدون وقدرتوا توصلوا لهم؟ في اكيد، وحطوا ارقامهم وعم نتواصل مع جمعيات لحتى نعمل لهم بيوت.